مالك فيك ريكورد. شيخ، انا بدي شيخ. انا السلام عليكم، عليكم تأذنون لنا؟ تم، تفضل اكرمك الله. بارك الله فيك. طيب يتفضل الشيخ خالد او الشيخ احمد مفلح او الشيخ محمد الجبيلي، لان اليوم متعب قليلا. يعني طيب اكرمكم الله، شفاكم الله وعافاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق والشرح لألفية ومنظومة صفوة الزبد في الفقه الشافعي، في ضيافة شيخنا الشيخ العلامة الدكتور أحمد بن عبد أحمد بن عبد اللطيف العرفج حفظه الله تعالى. ونحن في هذه اللقاءات المباركة نقيمها وتقام بعد صلاة الجمعة، فحياكم الله تعالى. تاريخ اليوم 28 صفر 1424 1444 للهجرة أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته. وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام، جنوني كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحيح الصيام. وإن يفق بغما عليه بعض يوم ولولو حيضة يصح منه صوم. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذن، والعمد للوطء وباستيقاء أو أخرج المني باستمناء. نقف هنا شيخنا أو نكمل؟ لا بس صح، يكفي ذلك. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. دخلنا الآن في كتاب الصيام، وهذا هو الركن الثالث من الأركان التي بدأناها في هذا الكتاب. أولا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام. طبعا الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، يعني مفروغ منها كما بدأها في أول الكتاب. الآن دخلنا في كتاب الصيام. الصيام هذا يعني فرض علينا كما فرض على الأمم المتقدمة، ولكن لكل أمة طريقتها في الصيام، أو في عدد أيامها، أو في المقدار الصيام إلى آخره. وبفضل الله عز وجل يعني كان حظنا هو صيام شهر رمضان. كان طبعا في أول الإسلام يعني لم نؤمر برمضان، وإنما كان صيام عاشوراء وأمثاله. لكن بعد مجيء فرضية صيام رمضان صار صيام عاشوراء من السنن. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر. إذن عندنا شيئان هما اللذان نعلم بهما دخول شهر رمضان، فهو إما برؤية الهلال، ورؤية الهلال أقل ما يعتبر فيها رؤية رجل عدل، رؤية رجل عدل. أما رؤية المرأة أو رؤية العبد أو رؤية الطفل المميز فهذا
في حق من صدقه من أهله معتبر. فالعبد إذا رأى وهو يعني معتبر عند أهله وأسياده، أو المرأة إذا كانت هي أيضا يعني موثوقة في أهلها، ففي حقها وفي حق أهلها الذين صدقوها يجب في حقهم. ولكن هؤلاء لا يصح أن يحكم القاضي بشهادتهم. طبعا عند الحنابلة يجوز أن يحكم القاضي برؤية امرأة واحدة، أما عند الشافعية فأقل ما يمكن هو رؤية رجل واحد عدل. أما الصبي، وكما عرفنا الصبي والمرأة والعبد، فلا يحكم يعني كحكم يحكم به القاضي، لا يحكم به. ولكن من هو يكون في حقهم وفي حق من يصدقهم من أقاربهم، نعم يجب الصيام. وإذا عندنا الرؤية، هذا أحد الأمرين. الأمر إذا لم يحصل رؤية، طبعا هذا في يوم 29 وليلة 30 من شعبان. الرؤي عرفنا أن الشهر شعبان ناقص 29 وبدأ شهر رمضان. أما إذا لم يرى في هذه الليلة، فننتقل إلى الأمر الآخر الذي هو استكمال شعبان، العدد الذي عرفنا أنه نكمله 30. فهذا اليوم يوم 30 الذي قد يتردد فيه هل هو من رمضان أو من غير رمضان، يسمى يوم الشك. وهذا يوم الشك لا يجوز صيامه بما أن هناك فيه شك، بل يجب فيه الفطر، وسيأتي أحكامه إن شاء الله فيما بعد. إذن عندنا هذان الأمران هما اللذان يوجبان على الناس رؤية، يعني بالرؤية وباستكمال العدد يجب على الناس بدء صيام رمضان. أما المنجمون مثلا أو من يمشون بالحساب، فنستأنس بكلامهم، لا نلغي كلامهم تماما، ولكن أيضا لا يحكم بهذا الحساب ولا بالتنجيم الذي هو يعني يخالف هذين الأمرين. فإن توافق الحساب وكذلك التنجيم بهذا فبها ونعمت، ولكن إن لم يتوافق فليس معتبرين، وإنما الاعتبار بالرؤية واستكمال العدد. وطبعا الرؤية المقصود بها الرؤية الطبيعية، رؤية الإنسان نفسه، وليس بالمجاهر الذي هي فوق طاقة الإنسان. فحين ذلك يعني هذه الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان لا نعتبرها، ولا بأس باستخدامها كاستعانة وتوثيق لهذه الأمور. فوجود المراصد لمثل هذا لا بأس به للاستعانة بها. إذا عندنا عرفنا الأمران اللذان يوجبان على الناس صيام شهر رمضان. إذا إذا حصلت الرؤية وحكم به القاضي، يعني إذا القاضي لابد أن يحكم أولا بدخول هذا الشهر بشهادة من يشهد وهو معتبر. في حق من دون مسير القصر، ما معنى هذا؟
يعني هل إذا حكم القاضي برؤيته في بلده يجب على كل من في الأرض قاطبة، أو في حق بلده فقط؟ فنقول طبعا القول المعتمد في عند الشافعية، طبعا هناك أقوال، لكن القول المعتمد أنه فقط في البلد الذي حكم فيه الحاكم ببدء الصيام بسبب هذه الرؤية، وكذلك فيما قاربه فيما كان من يعني مدة مسافة القصر. لماذا؟ لأن اختلاف المطالع تكون بهذا المقدار، يعني احتمال اختلاف المطالع باختلاف أو لأبعد من مسافة القصر، فاحتمال أن تختلف. فلذلك نجد بعض البلدان الآن قد يرى فيها هلال رمضان، وبعض البلدان لا يرى، فلذلك قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم، ولكن في الأرض كلها لا يزيد التأخر عن يوم، فمن بدأ بيوم قد يتأخر قوم أو بلاد أخرى إلى اليوم الثاني، فإذا هي فقط الفارق يوم واحد لا يزيد. إذا يعني المعتمد عندنا عند الشافعية هو اختلاف المطالع، وطبعا فيه أحاديث تدل على ذلك، يعني ويقال أصح ما في الباب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انتقل من الشام في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، و يعني قد بدأ الصيام وانتقل إلى المدينة أو إلى مكة وفيها ابن عباس، فسأله ابن عباس يعني متى صمتم، فأخبره أنه بدأ الصيام يعني يوم السبت طبعا، وكان الصيام في مكة قد تأخروا عنه بيوم. إذن يعني هذا مما يدل على أن يعني المطالع قد تختلف من بلد إلى آخر. ولكن هناك من يقول من العلماء متى ما رؤي في بلد وجب على المسلمين في كل البلدان البدء بالصيام، وهذا رأي يعني عند في مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. نعم، أو رؤية العدل هلال الشهري في حقي دون مسير القصر، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، إنما الفرض يعني يتوجب فرض الصيام بشروط، ما إذا اجتمعت وجب وإذا اختلت لم يجب، على شخص قدر يعني يقدر على الصيام، فمن لم يقدر عليه بسبب مرض مثلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعدم المقدرة سيأتي إن شاء الله تفصيلها من إما كبر سن أو مرض أو مثلا امرأة مرضع أو غير ذلك من الأعذار. مكلف لابد أن يكون مكلف الذي هو البالغ العاقل، فإذا هذا يعني من شروط التكليف. فأما المميز الطفل المميز فيؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر مثل الصلاة، وطبعا لا الضرب هذا ضرب تأديب وليس ضرب تعنيف أو ضرب إيلام شديد، وإنما المقصود به الحظ على هذه الفريضة العظيمة. مكلف طهر
الطهر يعني خالي من الحيض والنفاس. فالمرأة التي يعني هي متصفة بهاتين بإحدى هاتين الصفتين الحيض أو النفاس فهي معذورة الآن عن الصيام، ولكن عليها القضاء. ولو كان طرو الحيض أو النفاس في يعني لحظة، يعني آخر اليوم مثلا من يوم من أيام رمضان، يكون يعني مبطلا لهذا اليوم. إذن متى ما وجد حيض أو نفاس في يعني لحظة من لحظات الصيام نهار رمضان، فإن هذه المرأة تقضي هذا اليوم ومع بقية الأيام التي هي من عادتها. وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. يعني الآن انتقل إلى يعني ما الفرض في هذا الصوم، كيف تكون النية، يعني من أركان الصيام النية، إنما الأعمال بالنيات. فهل بمجرد دخول رمضان خلاص الآن يصوم الإنسان؟ نقول لا، الصيام لكي يعني يبدأ أو يصح من هذا الشخص لا بد من نية تبيت لكل ليلة، هذا في شهر رمضان أو في الواجب من أنواع الصيام. صيام لو كان شهرين متتابعين، أو صيام كفارات، كفارة يمين أو غيرها، أو نذر أو قضاء، كل هذه الأيام التي هي تعد واجبة أو فرضا هي إيش؟ يجب فيها الصيام، يجب فيها النية. فالنية في أي جزء من أجزاء الليل، من الغروب ومن غروب الشمس إلى الفجر، فإذا حصلت فبها ونعمت. لكن من باب الاحتياط لرمضان، يعني عند المالكية أنهم ينوون لرمضان كله في الليلة الأولى، على أن رمضان كله عبادة واحدة، فينوون لصيام شهر رمضان من الليلة الأولى، فتجزئهم على مذهب المالكية. فنحن أيضا من باب الاحتياط ننوي هذه النية على يعني من باب الاحتياط كما قلنا، ولكن المذهب يجب علينا أن نبيت النية لكل يوم، لأن عندنا كل يوم عبادة مستقلة، وليس رمضان كله عبادة مستقلة، وإنما كل يوم هو له نية خاصة لأنه عبادة مستقلة، فيحتاج إلى تبيت. فلكن لو نسينا، يعني من باب الاحتياط نحن قد فعلنا ذلك على رأي المالكية. وعلى ذلك إذا لو حصل نسيان وصمنا إن شاء الله يعني يتقبل الله ذلك، ولكن أيضا نعيد أيضا من باب الاحتياط. أيضا يعني لو طلع الفجر علينا ونحن لم ننوي في الليل، فأيضا ننوي صباحا احتياطا، لأن الأحناف عندهم يجوز أن ينوى الصيام في الصباح وإن كان فرضا. يعني في رمضان عندهم سواء كان الصيام فرضا أو نفلا فيجوز أن ينوى في الصباح. فلذلك يعني من نسي ينوي الصباح في الصباح احتياطا، وأيضا لكمال الاحتياط يقضي هذا اليوم.
إذا وشرط نفل نية للصوم. إذا صيام النفل يختلف عن صيام الفرض. عرفنا أن الفرض ينوى من ليل، أما النفل إن لم ينذر، إن لم يتحول إلى نذر، يعني مثلا لو قال نذر عليه أن يصوم كل اثنين، فهو الأصل يوم الاثنين هو سنة، ولكنه هو فرضه على نفسه بالنذر. فإذا نذر شيئا وجب يعني من الصيام، لو نذر شيئا من الصيام فيجب حين ذلك التبيت. أما إذا لم ينذره فهو سنة على أصله شرعا، فسواء اعتاده أو لم يعتده فينوي الصباح لا بأس، ولو بيت من الليل يكون أحسن وأحسن، لكي يكون جميع لحظات هذا اليوم من طلوع الفجر يعد صائما. لكن لو نسي وأراد أن يبدأ الصيام فنوى من الضحى يجوز له ذلك، بشرط عدم وجود نوع من أنواع المفطرات من أول يومه. وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. إذن لكل يوم له نية مستقلة، وحتى في النفل حتى لو أراد أن يصوم أيام البيض المتوالية أيضا كل يوم له نيته الخاصة، سواء يعني نواها ليلا وهو الأولى، أو إن لم ينويها ليلا ينويها نهارا صباحا يعني قبل الزوال. أما إذا زالت الشمس ف يعني لا يصح، يعني بعض الناس ينام من قبل الفجر أو ينام الصباح يعني بعد صلاة الفجر، وما يجلس إلا بعد الظهر، فيقول خلاص ما بقي إلا قليل، يعني الآن أريد أن أنوي الصيام. لا، ما يصح. إن جلس قبل الظهر قبل الزوال وأراد أن ينوي فلا بأس، لكن إذا زالت الشمس لا يصح، يعني دخل وقت الظهر لا يصح أن ينوي الصيام. نعم. وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته، يعني لا بد من التعيين، فلا بد أن طبعا يستحضر بقلبه وإن تلفظ بلسانه فلا بأس، لكي يعين اللسان القلب إن لم يكن هناك فيه دخول لوسوسة أو يعني إيذاء غيره بهذه النية. قد عينت من ليله مبيتة، لا بد من التعيين أن هذا الصيام هو عن يوم من أيام رمضان لهذه السنة، فلو نوى مخالفا لذلك فقال أريد أن أقضي يوم من أيام السنة الماضية في رمضان هذه السنة، هل يجوز؟ هل يصح منه هذا الصيام؟ نقول لا، ما يصح. فلو نوى أنه يعني نوى من الليل أنه سيصوم غدا من رمضان قضاء عن السنة الماضية، نقول لم يصح قضاؤه ولم يصح صومه الآن، فضاع عليه ويلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك من جهة، وهو مخالف شرعا فلا يقبل قضاؤه لأن الآن ليس هو محلا للقضاء، ولم يصح رمضان هذا لأنه لم ينوه عنه تماما. لكن إذا النية الصحيحة في رمضان أن ينوي صيام غد من رمضان هذه السنة، فإذا استحضر هذه
غدا لأجل رمضان فتكفيه هذه النية، حتى لو كان بالسحور مثلا الآن يتسحر من رمضان، حتى ولو كان بشربة ماء مثلا فاستحضر بقلبه هذه خلاص تعد نية. وبانتفاء مفطر الصيام، يعني لابد من وجود أو من عدم وجود مفطر للصيام، مثل حيض، نفاس، ردة الإسلام، فهذه أشياء مناقضة للصيام في أي جزء من أجزاء اليوم، سواء من في أوله أو آخره. ومثلا الردة، نسأل الله السلامة والعافية، إذا حصلت من هذا الشخص في أي جزء من أجزاء اليوم حتى لو رجع، فحين ذلك يبطل صيامه، فيلزمه الإمساك ويعيد هذا اليوم. جنون كل اليوم أيضا مما يتنافى مع الصيام، الجنون كل اليوم، فإذا طرأ عليه يعني جنون يقضي هذا اليوم، لكن إذا جن كل اليوم يعني يكون ساقط عنه، لا يكلف، لا يعد من المكلفين إذا شمل الجنون كل اليوم. أما إذا كان جزء من اليوم فحين ذلك يعني يلزمه القضاء، قضاء ذلك اليوم. جنون كل اليوم، لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام. إذا عندنا 3 درجات، إما جنون أو إغماء أو نوم. وطبعا يدخل في المغمى من كان يعني مبنج تبنيج لعملية أو نحو ذلك، يلحق بالمغمى عليه. فلكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام، يعني نوى من الليل أنه سيصوم غدا، وقبل صلاة الفجر نام، وما طلع عليه الفجر إلا وهو نائم، واستمر به النوم إلى غروب الشمس. يعني قد يتصور هذا مثلا في بعض البلدان الذين نهارهم قصير في شمال الأرض أو نحو ذلك، فقد يكون نهارهم قصيرا 4 ساعات ولا نحو ذلك، فيبدأ النوم قبل الفجر فيمتد به النوم إلى بعد الغروب مثلا. فلو حصل هذا، هل صيامه صحيح؟ نعم، صيامه صحيح، مع أنه لم يكن مستيقظا ولا لحظة من لحظات نهاره، وإنما كان استيقاظه في الليل. فإذا النوم هو يعني عارض خفيف، بخلاف الإغماء وبخلاف الجنون. أما المغمى عليه، إن أفاق لحظة من لحظات يومه فالصيام صحيح. فلو يعني أغمي عليه قبل الفجر واستمر إغماؤه وقبل أو قبيل الغروب بلحظة أفاق ثم غربت الشمس، فصيامه صحيح. لكن لو شمل الإغماء كل اليوم فالآن عليه القضاء. نعم، إذا عرفنا أن الجنون إذا شمل اليوم كله هذا مرفوع عنه القلم فلا يطالب به. إذا كان هناك لحظة من لحظات النهار قد أفاق من جنونه فيلزمه القضاء، يخاطب به، يلزمه. وأما المغمى عليه فأقل درجة من الجنون، فإن شمل الإغماء كل اليوم
فعليه القضاء، ولكن إن أفاق لحظة فطبعا وقد بيت النية من قبل، فحين ذلك صيامه صحيح لأنه أفاق لحظة. الدرجة الخفيفة هو النوم، إذا نام كل اليوم كل النهار وقد بيت النية فهذا صيامه صحيح وليس عليه قضاء. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوم. الآن ما الأشياء المفطرة للصائم؟ فدخول شيء وليس خروج، وإنما دخول. وكل عين وصلت مسمى، دخول شيء عيني، يعني قد يكون شيء مأكول أو مشروب، بل حتى الأشياء العينية كدخان مثلا، الدخان الذي قد يستنشق مثلا، أو حتى بعض الأدوية التي تستنشق، هذه هي تعد من المفطرات. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ، لابد أن يكون عن منفذ وليس عن طريق المسام، فعندنا الأذن تعد منفذ، الأنف يعد منفذ، الفم يعد منفذ، القبل الدبر يعد منفذ، فهذه هي المنافذ الطبيعية. أما العين فعند الشافعية ليست في منفذ، ولكن عند بعض المذاهب الأخرى كالمالكية تعد منفذ، وكذلك عند الحنابلة. ولذلك ينبغي على الشافعي أن يراعي الخلاف، فلا يضع قطرة مثلا في العين مراعاة للخلاف بقدر الحاجة. وكذلك أيضا ينبغي على مثلا الحنبلي أو المالكي أن لا يقطر في أذنه مراعاة للشافعي، هذا من باب الاحتياط. لكن من التزم بمذهبه فقطر في نهار رمضان في العين عند الشافعية، هل نحكم بفطره؟ لا، لا نحكم بفطره، ولكن من باب الاحتياط أن لا يفعل ذلك إلا في الليل. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوم، يعني وهو ذاكر، لكن لو أكل أو شرب أو استنشق كما قلنا بخور مثلا أو طيب وهو ناسي للصيام، فهذا يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وكذلك الأكل، يعني الحديث إنما أطعمه الله وأسقاه، كالبطن. الآن ما هي ما هو الجوف؟ ما هو الجوف عند الشافعية؟ الجوف عند الشافعية عندنا الدماغ، يعني الرأس، تجاويف الوجه والرأس، فالأذن تجويفها الداخلي يعد جوفا. ما يسمى بالتجاويف الأنف كذلك أيضا يعد جوفا. فمحل المضمضة فقط في الفم، أو محل الاستنشاق في الوضوء، هذا لا يعد جوفا، لكن ما وراء ذلك يعد جوفا. إذن متى ما وصل إلى الجوف في الدماغ أو في البطن، البطن هذا له تجاويف أيضا، ليس فقط المعدة، المعدة أحد التجاويف، ولكن البطن كله يعد جوفا. فالمثانة تعد جوفا مثلا، الأمعاء أيضا تعد جوفا، فهذه كلها
تعد من تجاويف. ولذلك يعني ذكر من المسائل أنه مثلا لو كان هناك أنبوبة في الباطن أدخلت يعني إلى المعدة أو إلى المثانة أو نحو ذلك، وأدخل فيها دواء مثلا، فهذا يعد مفطرا لأنه أدخل إلى جوف. نعم، فدخول هذا الشيء حتى لو كان يعني بتجويف أو طريق كما قلنا أنبوبة صناعية، لكنها أدخلت إلى جوف، فهذا يعد مفطرا بخلاف المسام. يعني لو كان الإنسان عطشان فجلس في بركة أو سبح في بحر أو نهر فروي، اغتسل في ماء وروي، فكأنه قد شرب الماء، فهو الآن روي بماذا؟ روي بدخول الماء عن طريق المسام إلى داخل جوفه، وليس عن طريق أحد المنافذ الطبيعية أو حتى الصناعية. فلذلك هذا لا يفطر عند الشافعية. لو مسح على رأسه دواء مثلا وأحس بطعمه في فمه، فما تشرب، ما وصل إلى فمه إلا عن طريق المسام مثلا، لأنه مسحه مسحا على رأسه، فيعني عند المالكية يفطر، لكن عند الشافعية لا يفطر. فأيضا هذا من باب يعني إذا قلنا بالاحتياط ينبغي أن لا يفعل هذا في نهار رمضان. إذا لا بد من الوصول هذه إلى الجوف. زين، كثيرا ما يسأل عن الإبر، فالإبر التي في العضل هذه تلحق بالدخول إلى المسام وليست مفطرة، بل حتى الإبر الوريدية، يعني سواء قلنا عنها يعني مثلا وضع دم، يعني يحتاج هذا الشخص أن يوضع له دم، أو بالعكس سحب دم، كل هذا غير مفطر. نعم، كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذني. هذه كما قلنا هي التجاويف التي هي في جسم الإنسان، وكذلك المنافذ الطبيعية أو حتى الصناعية التي توصل إلى الجوف. إذن المسام شيء والمنافذ إلى الجوف شيء آخر. والعمد للوطء وباستيقاء، أيضا هذا يعد من نواقض الصيام، تعمد الوطء وكذلك تعمد الاستيقاء. أما إذا غلبه القيء فحين ذلك يعذر، لكن يحتاط أو ينتبه لنفسه أن لا يرجع شيء من هذا القيء إلى جوفه، وينبغي عليه أن لا يهمل، يعني يترك بمجرد وجود القيء يجب عليه أن يتمضمض ويتغرغر ليطهر فمه من نجاسة القيء، لأن القيء بما أنه خرج من المعدة يعد نجسا. فإذا أهمل في ذلك معنى ذلك أن فمه قد تنجس وريقه قد تنجس، فإذا بلع ريقه فكأنما بلع شيئا يعني خارجيا، فلذلك يعني يعد مفطرا بذلك. فيجب عليه أن يطهر فمه مباشرة من بعد القيء ولا يبلع منه شيئا، لكن لو لم يستطع يعني بلحظة
يعني مفاجئة من غير إرادة، بلع ريقه مع أنه محتاط لنفسه، لكن بلع يعني بل عن خارج عن إرادته، فهذا يعذر فيه. أما إذا كان مهملا فيلزمه القضاء مع وجوب الإمساك. والعمد للوطء وباستيقاء، أو أخرج المني باستمناء. كذلك هذا الاستمناء يعني يفطر به إن كان عن مباشرة، يعني مثلا يعني لو حصل هناك مباشرة من غير حائل. أما إذا وجد الحائل فلا يفطر به. يعني والاستمناء طبعا يختلف، استمناء يعني جائز أو استمناء غير جائز. يعني إن كان مع زوجته مثلا فهو جائز، وإما إن كان هو بنفسه سواء رجل أو امرأة فهذا لا يجوز، ويفطر به الصائم على كل حال. إذا المسألة فيها تفصيل، يعني قد يتوسع فيها في غير هذا الموطن. وسنة مع علم الغروب يفطر بسرعة، وعكسه التسحر، هذا وقفنا عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هل ترون أن نكمل أم نفتح المجال للأسئلة إذا كان الإخوة لديهم بعض الأسئلة؟ السلام عليكم. عليكم. هل ترون شيخنا أن نكمل أم نفسح المجال لبعض الأسئلة لمن كان لديه بعض الأسئلة؟ نعم، إن كان هناك أسئلة تفضل. تفضل يا مكي، كان عندي سؤال. بارك الله فيك. إيه نعم، يعني إذا كان من المحتمل أن يرى ولكن حال حائل، فيعد ذلك اليوم يوم شك. أما إذا يعني كان من اليقين أنه ليس يوم رمضان، وإنما يعني الرؤية واضحة، وأيضا يعني لم يرى في جميع البلدان، فحين ذلك هذا اليوم صار من يوم 30 أكيد من شعبان، فلا يسمى يوم شك. وعلى كل حال إنه لا يصام سواء كان يوم شك أو غيره. نعم. لو نذر يوما وهو يعني مطلقا يعني عليه نذر، سواء لسبب او من غير سبب، يعني اذا نجحت فعلي صيام يوم لله عز وجل فرضا، او من غير سبب لله علي ان اصوم يوما لله، فاراد ان يصوم يوم الاثنين، او اراد ان يصوم مثلا عاشوراء، فله أن يجمع بين هذا وهذا، ما في مانع. لكن إذا عين يوما آخر فقال لله علي أن أصوم يوم الأربعاء القادم، فأراد أن يجمعه مع يوم الاثنين، قل لا، يوم الأربعاء له يعني يجب صيامه مستقلا، والاثنين إذا أردت أن تصومه كسنة لا بأس. أحسن وأحسن. لكن لما من فاته يعني فرضا هو عين يوما وقال لله عليه أن أصوم الأربعاء، ولكن لسبب ما
فاته هذا الأربعاء، فيلزمه قضاء ذلك اليوم. وإذا جمعه مع صيام نافلة لا بأس، ما في مانع. التلفظ لا يلزم، وإنما الاستحضار هذه الأشياء، استحضارها بالقلب هو الواجب، سواء تلفظ أو لم يتلفظ. المهم أنه يستحضر أنه سيصوم غدا من رمضان هذه السنة فرضا، فإذا استحضر هذه الأمور بقلبه حصل، يعني بمجرد أن يفعل أي فعل بهذه النية، أو هو جالس فقط استحضرها استحضارا، خلاص تكفي في هذا النية. لكن من أراد أن يتلفظ فليتلفظ، ومن لم يرد أن يتلفظ لا يتلفظ. كيف يفرق؟ ما أدري. لا لا، يعني لعله رأي لهم، لكن عند الشافعية لا ننظر إلى قضية أنه مغذي أو غير مغذي، هل هو دخل شيء سواء دخل للتغذية أو للدواء أو لغير ذلك، يعني لا ننظر إلى هذا شيء يتغذى به أو لا يتغذى به، بمجرد دخول شيء عن طريق هذه المنافذ يعد مفطرا. يعني لعل عند الحنابلة ينظرون هذه النظرة، الذي هل هو يغذي أو لا يغذي. ولذلك مثلا إبرة المغذي أو قارورة المغذي هذه، لو يعني جعلت في الوريد عند الحنابلة مفطرة، عندنا عند الشافعية لا، غير مفطرة، لأنها لا تعد منفذا، وإنما تعد من المنافذ، من المسام، ولا ننظر إلى قضية مغذي أو غير مغذي، يروي أو لا يروي، يشبع أو لا يشبع، لا، هو فقط القضية قضية دخول شيء إلى هذه، حتى لو كان عود، يعني إنسان مثلا من عادته أن يدخل عودا في أذنه ليحكها مثلا، فمتى ما أدخل العود إلى صماخه يعد مفطرا. وكذلك مثلا لو كان هناك مريض أدخل، يعني قسطرة، ما يسمى بالقسطرة، فاحتاج إلى إدخال الأنبوبة، فحين ذلك أيضا هذا يعد مفطرا وإن لم يكن هناك تغذية. الدواء الذي قد يعني يدخل من قبل الدبر أو نحو ذلك يعد مفطرا. فكل هذه الأشياء لا ننظر إلى قضية أنها تغذي أو لا تغذي، هذا عند الشافعية. القضية هو وصول عين إلى الجوف عنها طريق هذه المنافذ، سواء كانت هذه المنافذ الأصلية الطبيعية، أو حتى لو كان هناك يعني منفذ صناعي إلى المعدة أو أمثالها من تجاويف البطن. نعم، والله أعلم. طيب، بقي سؤال يا مشايخ ولا؟ نعم، السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم شيخنا، الله يحفظكم يا رب. أهلا وسهلا.
شيخنا بالنسبة للآن المتبع تجد من يعني ابتدأوا بمسألة الحساب، فهي أحيانا تخالف وتأتي بها الفتوى على العمل بها، من يعني خصوصا في بعض الناس هنا في أوروبا وهكذا، فكيف نعمل على هذه المسألة؟ إذا كان هناك من المذاهب من يقول بالعمل بها، فيعني إذا حكم الحاكم في بلد بقول من أقوال العلماء، كما يقال حكم الحاكم يرفع الخلاف، فيلزم أهل هذا البلد اتباع هذا الأمر لكي تتوحد كلمة المسلمين في هذا البلد، فلا يكون هناك تشتت، يعني منهم من يصوم منهم من لا يصوم، فتوحيد الكلمة أولى. كان الأصل المعمول به شيخنا وهو أنه كنا يعني نعمل على مكة في حال يعني على السعودية في حال هذه في أوروبا، خصوصا في الدنمارك حيث نحن موجودين يعني. فكان العمل على هذا، فبدأت أتت هذه دخلت علينا هذه المسألة. يعني كما قلت، يعني الأخذ بقول الحنابلة والعمل بأن ما رؤي في إذا رؤي في بلد لزم أهل الأرض كلهم، لا بأس، يعني الحمد لله هذا مريح. لكن يعني الكلام على هل هناك يعني حاكم يحكم في هذا البلد، فإذا حكم حاكم إما على مذهب الحنابلة أو حكم حاكم بمذهب مثلا الشافعية باختلاف المطالع، فينبغي أن يتبع ولا يخالف لكي تتوحد الكلمة. لكن الكلام في بعض هذه البلدان قد لا يكون هناك حكم حاكم، وإنما هي مثلا جمعية يعني تتبع البلاد الفلانية، والجمعية الفلانية تتبع يعني مثلا البلدان أخرى، فهم يتبعون بلدانهم، فحين ذلك الأمر إن شاء الله في سعة، فكل يعني هذا إذا ما لم يكن يعني هناك إيش حاكم يحكم، فالأمر إن شاء الله في سعة، فلا يخطى أحد الآخر، المهم أنه تتآلف القلوب. والله أعلم. جزاكم الله خير، بارك الله. وإياكم. تفضل يا مشايخ. طيب أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. وقفنا بحول الله تعالى ومنته على بداية السنن، ومنه إن شاء الله تعالى نكمل لقاءنا القادم في الجمعة المقبلة بإذن الله. جزاكم الله خيرا ومتعكم الله تعالى بالصحة والعافية وبارك فيكم وفي ذرياتكم. آمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله في الجميع ونفع بالعلم النافع والعمل به إن شاء الله، جزاكم الله خير. حياكم الله وحياكم الله أيها الإخوة المشايخ المسلمون، بارك الله فيكم، وعلى موعدنا في الجمعة القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم شيخ عبد الله الجبرتي، وشكر الله لكم شيخ محمد الجبيري والمشايخ جميعا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله حياكم الله، في أمان الله.